معنا مشاهدينا عبر سكايب من عمان كاتب والمحلل السياسي عبد القادر النايل. مرحبا بك سيد عبد القادر. إذا حرائق الحنطة والشعير باتت ظاهرة تتكرر كل عام، كيف ترى هذه الظاهرة بعد تكرارها في السنوات الماضية؟ أهلا وسهلا بكم ومشاهديكم الكرام. هي تكررت كل عام إلا أن هذا العام كانت بشكل كبير ومدروس ومخطط له وبطريقة ممنهجة، وحسب شهود العيان من أكثر من محافظة في النجف، في صلاح الدين، في الأنبار، في الموصل، أن هجوم كبير للطائرات المسيرة التابعة لميليشيات الحشد هي وراء إحراق هذه المزارع بطريقة واضحة تماما، وبالتالي الأدوات أو المواد الجرمية والأدلة واضحة عندما تم العثور على بعض حقيقة القنابل التي استخدمت في عملية إحراق هذه المزارع، وبالتالي هذه القنابل التي يكون فيها عملية اشتعال سريعة هي بالتأكيد تقف وراءها إيران لأنها المستفيد الأول، لأن المزارعين العراقيين أجبروا الحكومة هذا العام وبجهودهم الشخصية من خلال الزراعة الواسعة ومن خلال الأمطار التي حدثت حقيقة أجبروها على إعلان إذا ما تم الحصاد أن الحكومة ستكتفي بعملية الاكتفاء الذاتي من الحنطة والشعير، وهذا حقيقة يزعج الجارة إيران لأنها مورد رئيسي وبالتالي تعتمد بدرء أموال كبيرة عبر تجارة ربما أصلا وهمية، لأنه العراقي أو العائلة العراقية كل 3 أشهر حتى تستلم وجبة واحدة من الوجبة التموينية أو الطحين، مادة الطحين. إذا تتفق مع ما قاله النائب عن محافظة صلاح الدين جاسم الجبارة الذي قال إن حرائق الحقول الزراعية مفتعلة، وإذا المستفيد كما ذكرت من إحراق هذه الحقول، حقول محصولي الحنطة والشعير، هي إيران. هل تم ذلك عبر أذرعها في العراق؟ يعني هل الميليشيات دور في هذا الأمر؟ من المعلوم أنه الناس شهداء، وبالتالي شهود العيان من مختلف المحافظات عندما تجمع روايتهم وهم يرون أن العملية ليست سهلة أو أنها يمكن أن تعمل في ساعة وثم تنتهي. القضية استخدمت فيها طائرات مسيرة أهل المزارع، وبالتالي لا يستطيعون التحدث لأنهم يخشون سطوة الميليشيات من الاعتقال وربما الاغتيال. شاهدوا كيف تنتشر هذه الميليشيات وبأسمائها المعلومة، ثم تبدأ بعمليات الطيران المسير الذي يهدف إلى إحراق هذه المحاصيل وبالتالي إحراقها من عدة أماكن حتى يصعب إخمادها. وبالتالي طائرات مسيرة سيد عبد القادر يعني وليس ألغام أو قنابل. لا، شهود العيان رأوا بأنفسهم، وهذه اتصالات مباشرة معهم في مختلف المحافظات، وعندما تجمع الروايات تجد أنها موحدة، هي طائرات مسيرة استخدمتها ميليشيات الحشد الشعبي في عملية إحراق أكثر عدد ممكن من المزارع، واستخدمت فيها إحراق من عدة جهات. طائرات مسيرة مثل طائرات ميليشيات الحوثي التي استخدمتها في ضرب أنابيب النفط في السعودية ذاتها، وهي المصدر حقيقة. القنابل التي ترميها شديدة الاحتراق، والحنطة حقيقة والمزارع واصلة لمرحلة النضوج من اليبوس للحنطة، سنابل الحنطة، وبالتالي أخذت تنتشر اشتعالها. والخطة التي اعتمدوها أن المزرعة الواحدة يتم إلقاء أو اشتعال المحصول في عدة أماكن، مما يصعب على المزارعون أو المنطقة التي حقيقة ذهبت مع المزارع والفلاحين لإنقاذ هذا المحصول يصعب حصر هذه الحرائق، وبالتالي باتت أن جميع المزرعة تحترق. وهذه نتكلم عن ألوف الدانامات، وهذا كله يأتي حقيقة في زراعة المواطنين عبر استثمار الأمطار الكثيفة التي حدثت للعراق هذا العام. ولو قدر للعراق أن يتم حصاد هذه المزارع لاكتفى لمدة عامين من خلال حقيقة ما سألناه لبعض أساتذة كليات الزراعة في صلاح الدين والأنبار، قالوا كمية الزراعة الموجودة تؤشر، وكمية
نضوج السنابل تؤشر على أن العراق سيكتفي من حاجته لمدة عامين قادمات وفضلا عن هذا العام من خلال محصولي الحنطة والشعير، وهذا حقيقة دفع الحكومة لإجبارها التي أعلنت على أن العراق إذا تم حصاد مزروعه سيكتفي ذاتيا، وهذا ما أغضب إيران. عندما نتهم إيران لأن أذرع إيران بشهود العيان وأمام الناس هي من أحرقت هذه المسار. إذن الهدف ضرب الاقتصاد العراقي بثرواته كافة ومن أبرزها الزراعة، ولكن أين الإجراءات الحكومية التي من المفترض أنها تكون مسؤولة، وأيضا الجهة الرقابية، أين مجلس النواب مما يحدث؟ من المؤكد هذا يدلل على تواطؤهم، وإلا لو كانت هناك حكومة حقيقية لكانت هناك إعلان طوارئ، لأنه هناك تخريب واعتداء على الاقتصاد العراقي وعلى محور مهم وهو الزراعة، وبالتالي هي لم تكتفي في إعلام الطوارئ أو أنها تستخدم أجهزة أخرى لكشف أو للحد أقل تقدير أو لذر الرماد في عيون وسائل الإعلام أن تقول أن الحكومة عملت إجراء وقائيا وأنها دعت الأجهزة الأمنية التابعة لها إلى حماية هذه المزارع والكشف على ما يدور، وربما استخدمت الطائرات في عملية إنهاء الحرائق، كلها لم تفعلها الحكومة ولم تحرك ساكنا بالمطلق، هذا يؤكد على تواطؤها. ولو كان هناك ادعاء عاما في العراق لقدم مذكرة إلقاء قبض بحق رئيس الحكومة عادل عبد المهدي ورئيس ميليشيات الحشد فالح الفياض والمهندس، وحقيقة حتى الجهة الرقابية كانت المفروض أن تعقد جلسة طارئة، كل هذا حقيقة تواطؤ واضح في تخريب الاقتصاد العراقي وهو إرهاب اقتصادي بطريقة واضحة تماما. شكرا جزيلا لك عبر اسكاب من عمان الكاتب والمحلل السياسي عبد القادر النائل.